دكتور سعيد، وأختم معك، ذكرت في طيات حديثك الكيان الصهيوني في إطار من هزموا في أفغانستان. هل تعتبر أن هزيمة هذه الدول حلف الناتو، هزيمة 50 دولة، هزيمة أمريكا، يعد هزيمة للكيان الصهيوني أمام الشعب الأفغاني بقيادة حركة طالبان؟ نعم، أكيد أكيد. أنا في هذه الأيام كنت أتابع بعض المجلات وبعض المواقع التي يعني قريبة من الكيان الصهيوني. إنهم يخافون جدا جدا على زوال الكيان الصهيوني من أرض فلسطين المقدسة، حيث يعني حقيقة يعني إنهم وجدوا حركة إسلامية جهادية قاومت لمدة 20 سنة أمام أكبر القوات العسكرية في العالم، وفي النتيجة انتصرت هذه الحركة. فلا شك إنهم يخافون من انتصار الحركة الإسلامية الموجودة في فلسطين، حركة حماس، يعني يخافون من تكرار نفس التجربة. وقبل الأيام وجدت مقالة نشرت على إحدى المواقع الكيان الصهيوني، كانوا يعني يربطون هناك يعني حركة حماس بحركة طالبان، وكتبوا يعني خبر كاذب، وبدأوا بعد هذا بالتحليل هذا الخبر. وكان عنوان الخبر بأنه يعني اتصل رئيس حركة حماس بوزير الخارجية الأفغاني للحكومة الجديدة وطلبوا منه المساعدة مع حماس تجاه يعني إسرائيل والكيان الصهيوني. فبعد ذلك قاموا بالتحليل هذا الخبر الكاذب والمزور، حيث ليس أي اتصال، ما وجدنا أي اتصال في حقيقة الأمر بين رئيس حماس وبين يعني وزير الخارجية الأفغاني. فإنهم يعني يخافون من تكرار نفس التجربة هنالك في فلسطين، وانتصار حركة حماس ضد الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا. في نتيجة هذه القضية إنهم لا يريدون الاعتراف بحركة طالبان على المستوى الدولي، وعلى أساس ذلك يضغطون على المجتمع الغربي على رأس أمريكا وغير ذلك من الدول حتى لا يعترف بحركة طالبان، كي لا تكون هذه الاعتراف هزيمة أخرى لهم في الميدان السياسي. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد سعيد الأفغاني، الأكاديمي والمحلل السياسي الأفغاني، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.